مركز كان او لغو مقعاب والهادي لغونا برندونا فنون تكالو دوان علوم تدين تسلام كا ايا كا كوبان قيبها قراءات كا تفسير كا قرآن كريم كا فقه احاديث تا ايا دسمها مسجد وين وحانا لغا دقاح ديجي حافظ برواق ويدي مدى ديني لي قار كميدا علوم دي كسو غيب غير ايا دقاح ديجي حرونتان او كا كريمي قدها ايا ديبادة دالكا ايا حسين حرونتان ايا اصلو نقن دونتو بربارنتا اوبت كا سوماليه ادين عدينتا وحاساكا culimadii Soomaaliyeed ee ajilada ahayd meelo kala duwan isaga yimideen oo dhagax dhigeen majliskan ama oo ku magacaaban Masjidul Hadi iyo markaskiisa oo ballaaran oo bidnillaahi ta'ala qaybihi iyo funuunti diinta islaamka oo kala duwan ayagoo waliba zaawiyad iyo aqsaam kala duwan saaka ay culimadu u dhagax dhigeen دينت إسلام كا ولا آخرين جري هذا نوال ولا دلال بس أباهمتا دلال كي شيخان مشايخ ذي لش غين يسي مقرر وحي سوق ورين ولبا بحث اللجوس مييجي ولح بلاد أي كش غين هين هوش هول سهلا ماهم لح بلاد قف لسان وعلم عمل كد لسان سوق صبح لها علمي هدوسا عمل هين وحوم تراي علمه عمل آداب وأبهية علومتي إسلام كا أو وضعته وفك أرد دقاء إن عمل كي لقوة ردية إيو إنو مضابق إيو قرآن كا كريم كا يسو نذي رسولك صلى الله عليه وسلم إيو فقه لغا استنبادي إيو وليبا علومتي عربية دي أو لقو فهمها إيو علومتا واد عركي دونتا مقرر لح بلود شيخ إيو رقي علومتا لشغينها إيو كشغينها إيو oo laydi soo bandhigi doono ba horta ahamka koobaad yahay masjid lagu tukado lama waayin markaskaas arintiisu waxay socotay xilli badan ayaa culimo far badan ka soo shaqeynaysey baahida markaskan keenta waxay tahay in la badbaadiyo ubadka Soomaaliyeed ee dhamaantood diintii ka jeestay loona soo jeediyo inay ku dhaqmaan lana baro diinta Islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan علمات مدرسين أيا لح بلود وحي كشقين يسمن هجك أوجو هبون أو أرضا دين تلوجو هجي كر أو أرضا وناكسن أو علم الربانيين الصوص صار كر شيخ عبد الله معلن عثمان شيخ عبد الله منهاج أيا شقي إنه جيت كوي نيرجرين تحرن تان أي تهاي صوص صار استأجيل لجو أبا بي فنون تكر الدوان علم تا دين تا إسلام كا وحن ليه هاي مركز كان وحلو سمي وحلو برتو دين الإسلام كله بفنون العلم اللي وبرتها اللي وتلقاه إن شاء الله إلهي وحق رجاهنا أنت هاس علوم الفنون العلم اللي وبرتها حق أصليك هالنقطين أما حق فروع الفقهية هالنقطين علوم العربية هالنقط قراءة القرآن كهذا النقط هالنقط وحق رجاهنا إلهي سبحانه وتعالى أنت هاس فنون العلم هالكان اللي وبرتها محمد عبد الله ربلي وربعين تقرن كمقدشو